السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم عندنا مقابلة خاصة مع حمودة من تونس باش يحكي لنا على التجربة بتاعه الشخصية مع الإلحاد أو اللادينية ومشكلته معناتها مع الإسلام وشكه من الصغرى. أهلا وسهلا حمودة. عسلامة، أهلا بك كريم، مرحبا بك. عسلامة. مرحبا بالمشاهدين. هاي. كان تعرفنا، تعطينا نبذة صغيرة عن حمودة، شكون هو؟ أنا حمودة تونسي، نعيش في تونس ومعني عندي برشة دي، معني خرجت لبرا وعشت ومعني عمري 43 سنة وإنسان عادي، يعني جيست أنا حتى الحاجة اللي معني بيزار شوية حتى أقول للعبيد ما يصدقونيش ولا ما الحت ملي صغيرا هذيك الحاجة اللي معني 8 سنين بالضبط 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 على السنة الثانية ولا الثالثة بديت بالقرآن، حبيت نكتب قرآن وحدي، ما معناها كي نقروا الآيات من الأول ما نلقاهم سهلين، يعني حاجة عادية، بديت إنه معناها العباد تفيق بي يقولوا لي ليه راه ما تجيش هكاك، راهو حرام راهو حرام راهو ربي باش يعاقبك في النار راهو كذا، علاش حرام؟ قلت أنا هو معناها بديت نسأل شكونه محمد، شكونه كيفاش علاش؟ لقيت روحي يعني نسأل برشا وما يجاوبونيش، وليت وحدي، قلت هاي تعرفش كيفاش، ما كانتش كيما توا ميديا وكا واحد باش يدخل الانترنت ولا باش يسهل ولا نسهل، حرام ما تقولش هكا ما تعملش، وين ربي وين السؤالات العاديه كيما تعرف كريم، انت تعرف معناها سؤالات شكون خلق الارض شكون ربي عنده امراه ولا ليه، السؤالات هذوما علاش اختار محمد، علاش شكون محمد وين رسول الله، هو يزمك معناها كما يقولون احنا خير مخلوق به خير مخلوقات الله خير كذا ربي ايه بعد، اعطيني سؤال، انا كنت كما معناها نقولوا نحن مخترع يعني نخترع وحبك الكترونيك يعني تخترع افكار يعطيك صح، حبك الكترونيك ونحب مثلا نكتشف ونشد لمبوبه ونشد اللعبه نفركها معناها ملي عمري 4-5 سنين نشد مثلا يجيبوا لي فرد لعبه نحلو مفرق شوف شنو من داخله، يعني كي نشري لعبه مش نلعب كيما الصغار، يعني من بديت بشويه بابا حق شجعني ما نكذبش عليه مكوى او كذا، حتى كنت صغير عندنا مثلا واحد يصلح في التلفز نمشي بحذيه نقعد يعني نخدم معاك يقولوا نحن ونقعد بحذيه نعرف التلفزه شنو، يعني عمري 10 سنين صلح التلفزه صلح راديو نعرف لي ترانزستور نعرف كذا نعرف دي اش تي نعرف، وانا معني صغير ديت الفكرة معني ديما نسهل ديما نحب نكتشف تلفزة ندخل في وسطها ما نحبش نقعد معني نتفرج في تلفزة، فهمت كيفاش كريم؟ شنو كانت ردة فعل عائلتك في عائلتي ديما مثلا حرام، أكثر حاجة حرام ما تقولش هكاكا ربي ما عندوش امرأة ما تسألش سؤال ما تسألش ما يزبكش تسأل عنده امرأة لا ما تسألش شكون خلقه ما تسألش وينو مش معني هو الفوق يقتك يعلق شافك فهمتني سؤال كيما تعرف انت ماك تعرف الناس كلها باش تسال السؤال هذاك، حتى انا عندي ولدي ديما يسالني نبدا نضحك ما نحبش نقول له نحب نخليه على راحته ولدي فهمتني، اما بطبيعته باش يكتشفه كذا، لكن انا المشكله ما لقاش الجواب تاع شكون مرته، علاش هو بالذات مثلا مخلوق وحده شي معناتها خلاخ اسكت بقرا قول له عد بقريتها هي شنو فهمتني بقريتها قول له احد هي شنو ما بقيتش الجواب اقرا الفاتحه نق ما تروقليش الحكايه هذه ما عادش نحب ديما نكتشف مشكلتي انا نكتشف فهمت كيفاش وشنو كانت تصرفاتك في المدرسه يعني مع الاساتذه مع المعلمين مع أسفر. لا ما قلت لك كنت انتليجون كنت نجيب من الاوائل حق المعلمين باش تكتب عليك يعني يعني الحساب كيفاش ناخذ فيه 20 على 20 جغرافيا نحبها السومتي يعني حاجه فيها علوم وكذا نحبها فهمت ايوه وتقول لهم الافكار نتاعك والنقد نتاعك نقول 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 حق المعلمين ما يسكتوا حق ما لقيتش ضغط من عند المعلمين ما لقيتش ضغط وفي العائله نتاعك يعني شكون عند شكون لقيت ضغط
اكثرتها عائله امي، اكثرت عائله امي وامي يعني ما جو ضد الافكار بتاعك هذه. ما تصلش، ما تصلش، مش ضد يا كريم، يا ديك ربي مش ضد، ولا يا ديك ربي راه سامعني في الكلمه، مش احنا ما هو داخله في اللغه بتاعنا هذيك، ما معناها يا ديك انت كما نقولوا ما ما تصلش اصلا، ما تخلش تسال باللهجه ذاك، باللهجه ذاك يعني ما تنجمش تسال، فهمتني؟ مشكلة السؤال يا كريم، يا انت حتى توا ناس كبار انا نعرفهم ما يلزمش يسال، ايش تقول لي انت معناها واحد اكبر مشكلة السؤال يا كريم، السؤال، السؤال اصعب حاجه، سؤال انا نعرفهم صحابي معناها كي نحكي معهم ملحد مش ملحدين، عندي صحاب منوش يعني، لكن كي تسال سؤال يقول لك يزي يزي فيه، باش طايح علينا البار، باش طايح علينا القهوه، باش طايح علينا سؤال برك، سؤال سؤال حتى على شيطان ولا على كذا، فهمتني؟ ما نعرفش انا اي سؤال يقول لك لا لا. انت الشك نتاعك في الاول كان حول الله او كان حول الاسلام؟ اول ما بديت الله، ما دخلتش المخ وحده يعيش يعني، وخلقنا وشكون خلقه؟ بيعطيني شكون خلقه؟ انا كان مثلا جاوبين على شكون خلقه يمكن وانا صغير، فهمتني؟ اي ما كان خلقه واحد يعني ما عادش خالق. لا اي ما هذيك المشكله، انا ما دخلتش المخ انا يعني وخالق وكاو جاي من لا شيء يعني، هما في الحقيقه. وخاصه انا قلت لك انا معناها انك تحب الاكتشاف برشا، زدت عملت المسرح يعني صغير وقريت شويه شكسبير وقريت كذا، وانا خاطر صغير نحب التمثيل برشا زياده، هذه حاجه اخرى، ودخلت في كل الامور بتاع الفلسفه بتاع نيتشه وكذا، ما تعرف المسرح عايزك تقرا شويه بورتو معنا 10 سنين احكي لك لو معناها حاجه، لو نمشي يعني المكتبه، عندنا مكتبه بحث المكتب معناها ناخذ في كتبه بتاع ناس معناها عمره 40، حتى اللي يسعى المكتبه يعني شك فقير، بعث رابور معناها للمكتب، فهمت كيف؟ ناخذ كل الحرب العالميه الثانيه، هتلر، نيتشه، ماركس كذا، عمري راهو 10 سنين 12 سنين احكي لك، فهمت؟ نحب نكتشف علاش حرب عالميه ثانيه، الناس يرموا حرب عالميه ثانيه، يقولوا لي حرب عالميه ثانيه، شنو هي الحرب عالميه ثانيه؟ حتى حد ما يجاوب، برتو عندي عموماتي مثقفين وكذا ما يعرفوش، عندي عموماتي مثلا عندي برشا عمومات هنا مثقفين وقارين وكذا ما يعرفش، ما يعرفش طبيب ما يعرفش حرب عالميه، قول له شنو معناتها الحرب عالميه ثانيه؟ قلت ما نعرفش، مش ما نعرفش، اما يقول لك معناها ما يحبش يظهر روحه ما يعرفش، فهمت كيفاش؟ يسكت ولا يتلفني ولا كذا، علاش مثلا نقول له حرب مثلا الحرب العالميه الاولى علاش؟ الثانيه علاش؟ يعني انا وقت كنت صغير اللوج على كما يقولوا نحن جوجل ويوتيوب وكذا ما لقيتهمش، هذه باختصار يعني، فهمت؟ باختصار. يعني انت تشوف اللي الطفل في تونس مقهور لانه ليس له اجابات على الاسئله اللي يطرحها. توا لي بصراحه لي، خاطر ولدي انا عمره 12 سنه، فهمتني؟ بصراحه اعطيه ليبرتي باش يدخل جوجل كذا، وحتى كي سنة اي حاجه، حتى كي سنة يقول له ادخل جوجل، اكو جوجل اي حاجه تصورها في بالك اي حاجه. مره تسالني قال لي شنو التيربو كذا، قلت له ادخل جوجل، عرف شنو هي التيربو بتاع الكهرباء، خاطر عندي ولدي معناها اقل مني انا شويه، اما كي يسال نقول له ادخل جوجل، ادخل جوجل تو تفهم يعني، اكتب بالعربي، اكتب بالفرنسي، اكتب اللي تحب، اي لغه، فهمتني؟ ولدك عمره 12 سنه؟ 12 سنين طهرته؟ هذه كمان المشكله فين، ما تنجمش كريم. علاش ما تنجمش؟ نجمش، لا مستحيل صراحة، مش نكذب عليك، نجمش لا يعني نجمش. يعني علاش ما تنجمش؟ فما توا ياسر لا دينيين ما يطهروش ولادهم، انا ما طهرتش ولادي. لا ما انت خاطر، لا انت كاكسبسوني الكريم يهديك ربي، لا نعرف حتى اشخاص في تونس توا ما يطهروش. صعيب 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 ياسر صعيب. علاش؟ بالعكس تعرف علاش؟ انا عندي صحابي معناها مخالط برشا، معناها عندي صحابي كيما يقولوا نحن كارتاج بونبون تاع تونس، عندي برشا لي بونبون كارتاج حي، ما نحكيوش على حي النصر خاطر هذاك ما يسموش بونبون، نحكيك لي بونبون قدم مرسى حي النصر كذا، تونس وسط البلاد كذا، ناس صحاح صحاح ومش لادينيين، معناها عائله كل عائله، معناها عائله الكل عمري ما ريت معناها كواترو في دار ولا حاجه، وقت تور تونس هي حاجه معناها ما تنجمش رغم اللي عباره تحكي لي مثلا تقول لي انت واحد في اسكتلندا يلبس جيب تاع اسكتلنديين، قول لي باش لابسوا واحد تونسي، تو فهمت كيفاش؟ موجود في اسكتلندا يلبس جيب، تعرفوا الجيب؟ ما هو تعرفوا ليكوس، نعم ليكوس هذا،
تقولي باش تلبس واحد في تونس ما تنجمش كريم مش لا مش نجم يلبس سروال محزوق ينجم يلبس سروال طايح ينجم باش تلبسوا جيب ايكوس وتقول تقنع وتقول هذا راهو في اسكتلندا راهو يلبسوا فيه رجال كريم تجمش حمودة انت تعرف مدار الطهارة بيان سور بيان سور اي يعني هو اقل شيء اقل شيء لو ما انت ما تكلمناش على المدار الجنسية كريم اسمع اسمع انا خاطر باش نحكيو بعد في موضوع خاطر خرجت لهولندا وخرجت لبرا وكذا وباش نحكيو في امور الجنس وكذا راهو مش مدار 100% زيد باش نبداو واضحين مدار خاطر علاش لا 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 نعرف نعرف امانه كي نحكيو طولا بعد في موضوع خروجي وكذا خاطر حتى امور جنسيه وكذا ما نحبش نتكلم كلام واحد كذا في امور جنسيه انا كي خرجت بالعكس 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 يحبوا يكتشفوا الهولنديين ويحبوا النعنة والجويف الانسية هذه يوم بعد تو نزيدو نحكيو فيه الموضوع خاطر انا الموضوع هذا تو بعد نزيدو نحكيو فيه لا يعني لا خلينا نكملوا في الموضوع هذا اول حاجه المضره نتاع المضره نتاع الطهاره هي ساعه تخص الرجل قبل ما تخص المراه اول شيء تسمع تخص الراجل تخص الراجل اول شيء فهمت اول حاجه ثاني حاجه المراه اللي تحب المطهر هي المراه السخونه فهمت يعني المراه السخونه هي اللي تحب المطهر المراه اللي نورمال عادي ما تحبش المطهر فهمت شوف انا شخصيا ما تقلقتنيش بصراحه لا خاطر انت ما تعرفش شنو هو لا 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 انا نعرف انا ثبتت وبعد قريت قلت لك انا بعد كي جاي جوجل وكذا قريت كل شيء وفهمت كل شيء وبالعكس انا مقتنع لي هي ما تصلحش بفرنك عباره واحد نحى كيما يقولوا شفيف وقاعد يعمل هكا بلسانه ويحوس في الشارع للسان ويضبطك لهويه وكذا يمكن يعمل جلده اخرى اما باخي مش يقعد يضر منها سرعه القذف عند الراجل مش نقنع فيك برشا سرعه القذف به بالنسبه لي انا لا بصراحه انا راني معني اقول لك علاش خاطر انا حب تو حتى من تو نحكي انا خرجت سنين ولا 16 سنين خرجت كي خرجت 16 سنه فهمتني تعلمت السكس معناها 16 17 صحيح انا خرجت حشك معناها ما نعرف شيء مش ما نعرفش يعني خرجت بمونتاليتي تونس يعني تف تف وكذا معناها علاش خرجت كيفاش خرجت ولا خلينا نكملوا طفوله ومن بعد نرجعوا للموضوع ولا خاطر موضوع طويل شنو الاسباب اللي خلاتك تخرج من تونس اموري مادي مترفين يعني بابا لاباس وكذا واضحه على الاخر اوكي عديت انا البريود نتاع صغرى في المكتب دخلت الليسي نقرا كيما الناس كل خديت سيزيام وكذا بديت نتحرر بديت فما شويه مجلات ومعناها ونفهم كانش عندنا الانترنت ما كان فما مجلات يجونا فيهم حاجات بالفرنسي وتفهم بديت نتحل مع جات فرونس دي وكانت دي شوي شوي خاطر حتى كي بعثونا فرونس دي ما عنديش ما تعرف كريم انت بريسك تسمو فرد جينيراسيون مانيش بعد برشا على بعض عندنا رايون وعندنا كل فرنس دي والزوز معناها حكوميين معناها ما همش بديت نشري مجلات هكا شنو ناخذ الالكترونيك براتيك يعني مجلات نخترع حاجه وليت نعرف او بيانو هاو اورديناتور مش اورديناتور اورج هاو راديو هاو هذوما مجلات يعملوا الحكايه هذه وليت مغروم ياسر بالالكترونيك ما لقيت سؤالات ما لقيتش جوابات على سؤالاتي ما يعرفوش تمشي بكاسات تقولوا كربك مش تخدم ما يعرفش يجاوبك فهمت كيفاش تقول مهندس تاع طاقه ضو تقول له شنو الطاقه الشمسيه ما نعرفش فهمت كيفاش ديت معناها بالسؤالات ديت معناها نسهل في الحكايه ما تفهميش مهندس تاع طاقه مره سالته شنو فهمني الطاقه الشمسيه بشوي بشوي علاش انا توا عندي راهو دي فيديو نهبط فيهم على اليوتيوب نحب نفهم العباد بشوي بالدرجه كما تعملتي في الحال انا في الميكانيك في الالكترونيك في كذا بشوي بشوي ابعث لي الرابط باش نحطه في الفيديو هذا اوكي اوكي انا نحب نعمل دي فيديو نفهم العباد مثلا تيربون شنو ولا مثلا الكربك فاش تخدم ولا بريمير شنو هي والدوزيام شنو هو والترازيام شنو هو سيلندر شنو معناتها بيستون مثلا هذه مواضيع اخرى تو نبعث لك بشويه بشويه نحب نفهم كيما عملت انت بالضبط كيما وقت لقيتك في الانترنت
وبالصدفة أنا لقيتك وأنا من الأولانيين اللي لقيتك وقت أنت بك الشاشية نرفوزي شوي وحتى تحكي كلام زايد برشا لا ما نحكيش ياسر ساعة كلام زايد لا لا في الفيديوهات الأولانيين في الفيديوهات مش ياسر إيه توا مش كيما توا لا كنت حتى قبل صنفارة ومش كلام زايد تكسب ما كان زعما يقرز كلمة ولا اثنين هذا حس المولي بقاو يعلموا لي فيه في البلطانة يعلموا فيا يعلموا فيا باش نقول شوية كلام زايد فهمت يعني جاتني صعيبة فهمت المهم وقت كيفاش هي برا انا دخلت قلت لك نقرا سيكوندير بديت من نستقل شوي اش وليت نعمل خويا كريم انا بابا متيسر شويه لكن مش مونتاليتي مثلا باش يشري لي سبيدر ب 120 دينار في الوقت هذاك باش يشري لي سروال لوفيس ب 90 وكذا فهمت كيفاش ما عندوش العقليه هذيك هو حق بابا متفتح برشا رغم ما يعرفش يكتب سموره ما صدقني من سبب من بابا مره شاري علوش ب 120 دينار 120 دينار قلت له اعطيني شيش سبيدر قال لي قديش قلت له 130 دينار ما قبلهاش من وقتها فهمت انا اللعبه فهمت كيفاش قلت برا انا نعمل على روحي شويه شو بديت بديت خويا بالتوريست فهمت كيفاش نهز سكادو نمشي للحمامات نخوك العرايس كل عرفت كنت تكرم الشحا ومرته وكل كحلوشه وصندريك 20 فرانك صندري فخار وشويه فخار وكذا ومنزم بيهم توريس ماك تعرفهم انت تو تعيش معاهم وتعرف يتكذب عليه شويه يقول لك اوكي هاي صندري قداش نبيعها نقى راحي اخوي انا عمري معناها 13 14 سنين يعني صدقني سبته حد معناها في الوقت هذاك نبدا عندي 200 300 الف ربح بركه ربح بركه فين في الحمامات في الوقت هذاك نحكيك شهريه او شهريه موظف 250 انا عندي عمي صغير مثلا يخدم موظف يخلص 300 الف في البريود هذيك موظف به يعني وانا عمري 14 15 سنه وليت معناها كتل الفلوس تجري في يدي وحدها جايه معناها بديت نتعلم في اللغات هو على فكره انا عندي برشا لغات يعني من الهولنديه طبعا هولندا خاطر عشت فيها وهي اصعب لغه راهي فك تعرفها من اصعب لغه ما جيت شيء ما تفهم منها حتى شيء المفيد حب المات حب الفيزيك حب الجغرافيا وكهو قيك الحفظ والعرب خاصة العربية نكرهها أنا نكرهها نكرهها نحكي لك نكرهها نكرهها كالنحو الصرف وكذا ما نعرفش توا والله كانت مدلي فيرب لا نعرف فهمتني نحب الفرنسي فهمتني بخاطرها لغة وكهو مش معناه نحبك الكونجيكزون نحب نسمع البروف فرنسي كيفاش تحكي ونشيخ عليه وكذا بديت نتطور يعني بالفلوس نلبس بيا على الاخر يا انا كريم انت تعرف البريود اللي كنت ما عشتش في تونس كذا انا نحكي لك عام 7 عام 90 و 89 واحد يلبس لوفيس ويلبس كسبيدري اديداس معناش لوفيس مدرح يعني كان تلبس لوفيس دوريجين ولا ما فهميش بلوزون كوير و ويعني وعندك سبتك حديد وسبيدري مش هي انت راك ولد كرزه كما يقولوا نحن فهمت كيفاش بديت عاد نسهر بديت نمشي نعمل نهبط نعمل كابيت في السبيت نلبس لينات كيما هكا رايبان مش نظر كبير شويه عمري معناها 15 سنه ولا ندخل كافي باري وندخل نمشي نقعد بفلوسي خش صوتي هكا شويه هات كابتي مبير عرفت كيفاش هيك بدات تدور في يدي الفلوس بديت نفهم يعني اللي يزمني استقل كيما نقولوا نحن مع شكون مع القورة قطر عندي زهر معاهم برشا تحب طاو نحكيو كيفاش خرجت ولا اي كيفاش خرجت اعطيني كيفاش خرجت علاش خرجت هاو كيفاش بديت بالكشافه انا من الصغير نحبك الكشافه وكذا علاش باش نبعد على الدار نمشي يعني عدي شر ولا في حبك يا من الصغير انا هاي كي جات كيما قلت لك عندي الفلوس وكذا وانا صغير فهمتني جيت مشى للمرسي باش يهزوا 12 13 واحد ما كتعرف باش يهزوا البونبون ولد فلان ولد كذا فهمتني تهزهم الدوله يعني كيما يقولوا نحن على حساب الكشاف نعم لك نخشم نتاع هذا الشيء قايد قلت شنو مشكلتك هاي 200 300 الف و في الوقت هذاك راهو تعرف 200 300 كيما يقولوا نحن زوز منين تو ولا قال لي اوكي قايد لي اسمي الاولاني زعما نحن باش يعملوا يختاروا 50 60 واحد باش يعملوا قرعه
معليش قلت لك انا فهمت البلاد من الاول الملول مبنيه على رشاوي كلها تحيل وسرقه خويا محلاها محلاها بلادنا والله نموت عليها علاش شوف باهي تحيل والله احلى حاجه والله علاش ها يا اخي شفت تستكشف هولندا تعرف صعيبه برشا القانون هو لا قانون لا شيء ريتو في البلديه تبدا الصف للصباح ريت نقص تيكي ساعات خاطر انا دوميني اخر تو نبيع وكراهب وكذا انا كليان ديما بلدي من غير ما ملي طل من الغادي تك وقدم شيخ بلدي 700 فرنك كونتراتو تاع كهرباء حتى هما الدوله قداش نورمال تعمل بيه تاع ناس مثلا مش تبيع وتشري حتى دخلنا في موضوع اخر دار ولا كهرباء ولا كذا تعمل كبير وتو واحد شاري دار ب 600 مليون ولا 700 ولا مليار يمشي البلديه ب 400 فرنك ويشد قصتي كي يدي حدك قصتي كي وتاخذ وقتك يا سيدي هاي ما تخص حتى واحد دخلت الوحده للجيشي يغزرك هكا معناها مش تشري الدار ب 600 مليون بدلو دينار ولا وحتى تاع البلديه قد يغزر لك يقول لك شنو يبدا تفضل سي وكذا وشو الدار وقد السوم مره واحد قال لي يباع في الكهرباء قال لي قد السوم قلت له علاش دخلك ما عندكش حق تسمع السوم قال لي لا ما عندكش حق هو يحب يسمع يعني بكم كواب قديش حاجه به ولا معناها شنو الرشوه شبيه شبيه ضد الرشوه انت شيء طبيعي ضد الرشوه زي كريتي والله وسط عفلت الرشوه تعرف كلام خطير هذا فهمت لا عاد ما كنتش هكا خايب ظني فيك لا ضد الرشوه على خاطر الزوالي مسكين شنو يعمل اللي ما عندش والله ليه اسمع رشوه هي طب شعاله يعني رشوه محليه حتى لسه بتاعها شبيه مش خايب راو الكلام هذايا شكل خطر عليك راه لا بالعكس ما عنديش حتى قلق شو انا مانيش مع مجدود مريشي ولا نرشي ولا كذا يقولوا فيه مسكت شويه اخي ما نظري مختار ولا لمين نادي ولا ما عاش انا شكون ولا مش معني يجيش واحد يقول لي انا نحب الرشوه لا يا اخويا انا نحب الرشوه عليك قلت لك يعني ضد محاربه انا حتى جبت بنيه نسميها رشوه تحبش اكثر من هكا يعني يا بنات يا اسمع ايش اقول لك حاجه انا يعني قلت لك في هولندا رشوه عندها تكنيك وفيها خدمه معلم راي مش سيف راي فيها تكنيك ومحليه هكا تحس حتى اللي بشترشيه هو بشي يقول لك اعطيني ما يقول لكش ديريكت مثلا فما خدمه فيها وفما فيها فن كوتشينج فيها فن يا كريم حتى تدفع رشوه تبدا شيخ فرحان تعرف عليه مش على دفعت رشوه مثلا خديت صفك بل الاخر لما فيها كيفاش معني عملتك التكنيك هذاك يعني داخله في الثقافه الرشوه في تونس معلم برج هذيك هي الكلمه اللي ما لقيتهاش شو في تونس ما نحكيش على تونس جنرال اما في اوروبا الرشوه صعيبه والله ليه وراسك انت ليه نعرف في هولندا في هولندا تو نحكي لك من بعد في هولندا كيفاش وتعرفهم انت ونقول لك شكون وليت انت تو ممكن في روتردام انا حتى في روتردام ممكن تعرف البرت وتعرف خدمته فدو شكون هم البوليسيه مغربي تركي كذا مغربي شنو مش تلقى يعني تعرفهم مغاربه وتلقاها مش نحكي على الجنسيات ولا حتى التونسي انا ما نحبش التفرقه العنصريه ولا كذا بس يعني تلقى قولوا نحن تونسي ولا مغربي ولا معنا ولد بلادك ولد عروي عربي مش عربي احنا مش عرب احنا مش عرب صحيح هذه كلمة صحيحة من عندك احنا ندخلوها لنا بالسيف اللي احنا عرب اما ليه انت كي تقول لي مانيش عربي كريم انا مش نولي عنصري هنا معناها نكره العرب لا ما نكره عندي ديزامي عرب انا مثلا عندي ديزامي عرب لا اسمعني فما فرق من بين نكره العرب ومن بين اللي انا نعترف بهويتي هناك فرق انا ما عندي حتى مشكل مع العربي اللي في الخليج انا عندي صاحبي خليجي من غير ما يسمي حتى انا عندي صحابي عندي لا انا احكي لك اش قال لي مره قال لي وقت اللي حشت بيكم انتم جماعه شمال افريقيا نقول لكم انتم عرب وقت ما حشتش بيكم نقول لكم انتم مغاربه بصراحه قال لي بصراحه امازيغ يعني بصراحه لا مغاربه هم يسموا ما يعرفوش حتى كنت امازيغ لا توا ولاو يعرفوها امازيغ لا توا انا ما عنديش مشكله مع العرب بالعكس انا عندي اصدقائي واكثر المتابعين بتاعي هم من الخليج ومن السعوديه وعرب ومعناتها ونتشرف بهم ومعناتها وناس مثقفين جدا
ومعنتها ما عندي حتى مشكلة معاهم. صحيح. أنا المشكلة متاع الإنسان ينسى هويته، يعني هو هويته ليس عربي ويقول أنا عربي، فهمت؟ أنا في هولندا، في هولندا سورينامي كحلوش يعني، يقولوا قولي هولندي، يقولوا يدي هو أوريجينالي مكتاب بالهولندي. أما هو فيت أوريجينالي معني أوريجينال بتاعك شنو هو؟ يقولي هولندي ما يسكت، قولي هولندي. حتى باش يقولي إفريقي ما يقوليش، يقولوا رك أو ما وما أقول إفريقي. خاطر سورينام ما يعرفوش، خاطر حتى نسميه ونعقل نفهمه سورينام، خاطر برشا سورينام هما ذي بلاد صغيرة في أمريكا احتلتها هولندا وجابت ليزافريكا يخدموا فيها باش تخرج المنتوج تاع البنان ومنتوج كذا. ومن بعد كي استقلت سورينام هزوا برشا كحلين مشاو لهولندا هكاك ولا ليه كريم. بالفعل. ومن بعد كي مشاو هذوما سورينام قعدوا، سامحني في كلمة كحلين حتى سامحني جيمي كسبيس، ليس افريكا ولا مش انا بدي ماني شاب يذراني، انا نعتبر روحي علاش نحب نقول اني كحلوش لو بشكل مش ما نحسش كلمه راي واحده راي. المهم في الفرقه ذوما كي مشاو لهولندا ركبوا على الدوله كيما نقولوا نحن، قالوا لهم اخويا انتم جدودنا نحن واستعمرتونا وكذا، ولات هولندا سيدي تتشحت فيهم تعطي فيهم في شهري. هذا اللي خليته انا يا كريمه نعرفهم ما يخدموش خاطر سورينام تعطيهم شهري، تعطيهم مشاري وكذا ونظميت وما يكلمهم حتى واحد. ليش اللي يقولوا خاطر نحن اللي كوننا هولندا؟ يعني مش كونوا هي هولندا محلافة الكلمة اللي يقول لك ربي خلق العالم ونحن خلقنا هولندا. نحن خلقنا هي هولندا. تحب نحكيه على هولندا ولا نبدأه كيفش به؟ باهي خلينا قريت في الليسي دارت في دي الفلوس شيت بتاع الكشفة وخرجت، خرجت لول تيت للا ليست كيف يقولوا نحن، خرجت مشيت لمارسي، خرجنا من مارسي في بابور، خرجنا مشينا مارسي. انا نحب ناخذ باسبور، خاطر باسبور مش عندي والمواصين عليه كيما نقولوا نحن، خاطر انا كيما نقولوا نحن حومه شعبيه، فهمت كيفاش؟ الوحيد اللي مواصين عليه خايفين كالعاده تك تك باش نشري كذا، راهو طلبوا عليه باسبور، قال لي كيفاش يكتبوا عليك باسبور؟ قلت له في الشوب واش تعمل انا، فهمتني؟ في البرت، من البرت نعمل لك اخويا ونعمل لك تك تك. خرجت تعطي فلوس تاكسي نلقى مرسي، مرسي ناخذ تران باريس، باريس خاطر 4-5 ايام تلفح وكذا، ما عجبتنيش تكذبش علي برشا، ما مش جوي، فهمتني؟ عملتك طلعت تي جي في شنو فما تران، قال لي فما دناخ لهاي لهاي تك تف غادي وين ولا حتى شيء ماك تعرف غادي وين، كان انت مشيتش في التران ولا كذا؟ اي نعرف نعرف. خذيت التران اقرا روحي في خويا في لهاي هولاند سبور هذي، فهمت شيء؟ دخت بلاد ناس مخلطه على الاخر، ماكش في الاوروب، ماكش في الاوروب، رواتس الكل تاع العالم موجوده في هولندا، معناها ملمومه في هولندا. معناتها شو نقول لك؟ بينج تعرفهم بينج كريم؟ زالوا بينج هذوك اللي عملوا شعراتهم واقفين و... زالوا وقت مشيت انا في تنبكهم راهو البينج مازالوا اللي عملوا شعر اي عندهم محلاه 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 محامي، انا محامي بتاعي بينج تراه بينج شعره ما يعرفوش التوانسه بينج شعره كوك على الاخر بالفيولي وبلوتات في خشاشمو، مش عبد الشيطان، يشبه العبد الشيطان وما يعدوش الشيطان هكا ولا ليه كريم ولا اي بينج واحد موضة، هي موضة معينة يعطيك صعب موضة وقت مشيت انا نلقى وسر معناها ما يتبعوش المديرن، انت شعرك تقلب التيلي هو اللي يعملوا قدام، انت تلبس شميز هو يلبس مقلوبة، انت تلبس معاش في الأكحل هو يلبس في الرأس مشتي نسمح ليهم عليهم مع الاخر، انا ما فهمتهمش من الاول شبيه عملك ما كتعرف معنا بس بيه هذا سامحني في الكلمة كيما يقولوا نحن كاريوكا ماشي حاجة يعني نقولها كاريوكا عادي 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 كل اللي تحب انت شبيه الكاريوكا ذا شبيه هذا مش راجل شبيه هذا مرته وهكا نقول له خي شكون يقول لي مرتي شبيه هكا هذه بلوطة كل وذنها تنقبها على الاخر فهمتني مسخين ريحتهم عندي انا مش هم مسخين انا نغزر لهم خاطر كما قلت لك يلبس لك سروال عمره قول لي انا سروال هذا شريته عندي 20 سنة ما غسلتوش
مش موسخ يعني. انا عندي انا موسخ، ما هو عنده ايدي عنده مخ اكيد فلسفه صحيح. اي صحيح. ونقى جماعتك البوب ماري كراستمان الهنود اليهود، اليهود ما تعرف المارشي بتاعهم كذا. وانا خرجت فهمتي من تونس من هنا ما عنديش قلق مع اليهود. انا حتى كي خرجت سالت على اليهود وعندي ديزامي بلافيات اليهود حق. بديت بشوي انا مش كي مشيت في الصيف يعني، حتى كي بيت في الجنينه بيت في كذا ما قلقنيش. صاروا لي برشا طرف في الجنينه مره، مشيت خديت 6 بيرة انا نعرف حتى شيء لونج لا حتى شيء، 6 بيرة ودخلت في مسجرة كيما دفلك صغيرة في جنيه ما تعرف هولندا كلها جنيه وكاميراويت تصور من فوق. وانا دخلت فيك باش نشرب البيرة معناها، دخلت تخبيت في السجرة هذيك باش نشرب البيرة. وانت تعرف البوليسية في هولندا معناها كل ما تتحرك تدخل البوليسية. وتجيني فرقة اخويا شو نحكي لك شو نحكي لك بس قريب تجيني هليكوبتر. قال لي واحد يحكي معي بالهولندي، قلت له نو اي سبيك انجلش. قال لي وات دو يو دير واش تعمل انا درينك بيره درينك بيره. خليتي يخرج يشرب بيره انا ما عادش تدخل ما عادش تركن قال. وانا تخبيت زعما كون كوا باش نشرب بيره ما حابش قدام العبيد. يعني عقليه نتاع تونس عقليه. هيك عاد بديت كيفاش يعني شنو ديت نطلفح ولا وجه ما تعرف في هولندا ما تعرف الحصونه نسموها ترافيستي. اول ما يصادفوك في هولندا باش يخفوا معك كان ما مش رجال مش سامحني في الكلمه معنيها يعني هوموسيكسيال ليزو هوموسيكسيال باش يلوجوا على حاجته بالسكس. هو بصراحه ما تعرف في هولندا واحد في بيتك في داره ولا بمقابل ما فهميش تقول اخويا لا عمي لا بابا فهمتني عمك ولا اخوك ولا حاجه بيتك نايلين ثلاثه في الدار. اي هوني كل واحد وحده ما فهمتش الشري مشي دخلك تعمل دوش تدخل دار تعمل دوش وترتاح وتاخذ راحتك يعني بمقابل. بديت بالك اللي ترافستي تعرفهم اللي ترافستي في متحولين جنسيا متحولين جنسيا فهمتني. بديت بهذوكم نمشي القاوي بتاعهم ما تعرف عندهم القاوي بتاعهم وعندهم لا وانت كل شيء منظم كل حاجه في بلاصتها. شوف كريم هولندا راهي اقوى من الاوروب اقوى من الاوروب حاجه باين. انا حتى كي نحكي ساعات في تونس انا على هولندا راهو ساعات يبدو يضحكوا علي لي نسكت نقول يزي لا حتى انا تصدمت من هولندا مثلا عند وقت لي انا معناها كي جيت لتونس قرن باقره فيها كارت ميموار باقره عندها كارت ميموار في الناقوز بتاعها معناها مين الناس تقول هذا يحكي على كيما يقولوا نحن ما نعرفش ابليس في الجنه. فهمت كيفاش كل شيء كل شيء مراقب كل شيء حاجه كبيره حاجه كبيره ما تنجمش يعني. انا مش نقول لك 2001 راني روحت 2001 كي نحكي لهم 2001 كي روحت عباره توا معني كي نحكي لهم معني ما كريت من الطلاب طالب 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 يعني كل ريتك الكروسه اللي عنده والشقاقه مازالوا ذوكم في هولندا ولا ليه مازالوا يعني ما صدقني ما حب نحكي على هولندا العبيد يعني مش على حاجه عالم اخر عالم يعني مشيت لفرنسا انا مشيت لالمانيا مشيت لكندا مشيت تحكي لي انت مع عالم عالم كبير ياسر عالم مع فلسفه هولندا فلسفه بالحق. قال لك شفتك المتاحف يا كريم متاحف حوما تلقى فيها متحف تاعها كيفاش كانت قبل الحرب العالميه الاولى وما فهمتني معناها يعطوك تصورها يعطوك كذا يعني وانت مش تلقى متاحف بودنوي صهريات الفساد 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 من منطقه تاع تونس يعني شنو الشيخات لا هوني 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 ما احنا نسميوه فساد هو معناتها منظم مثلا عندك بارات مختصه في الامور هذه عندك بواتات مختصه في الامور ملاهي الاهليه مختصه يعني كل بلاصه تدخل لها تعرف انت فين ماشي. نشوف كريم راهي هولندا حاجه فوق علاش انا حتى كي حكينا قبيله قلت لك راك كيف كي مشيت لهولندا ما انا نتوقع كنت العقليه بتاعك يعني كي مشيت لهولندا خير. شكون لي كندا شكون لي فرنسا ايطاليا كذا ما نعرفش انا انا كي روحت راني مرضت شويه مرضت في الاول تصدمت في الاول تصدمت بهولندا تصدم على الاخر من المطار تصدم من امستردام تصدم امستردام من المطار من الديواني والبوليس تلقاها بينك تلقاها سامحني في الكلمه معناها ولا حتى متحول جنسيا يعني. ديواني بوليس بوليس يعمل لك مينوت في يدك سامحني يقول لك معناه صاحبه صاحبه يستنى فيه مش يمشي وياه
يعني انا قلت لك بعد كي خدمت وكذا كي نقف مع ملوك الزم حاجه كبيره 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 قدروا الحاجات هذه والسكس سكس هي حاجه مقدره سكس والشيخه معناها الدروك والشرب وريح حاجه مقدسه يعني هذيك الرب بتاعك الرب مين الرب مين مثلا تلقاهم مثلا على الاخر على الاخر الخكش خدامه على الاخر شوف يعني. كريم انا مشيت لك البلاد سامحني حتى نسيتك اللي يبيعوا فيها البور اللي فيها يسموها البور فلاحه اللي فيها لبس القبقاب وكذا يعملوا فيها متاحف وتاع جبن وكذا الميرا او فلا الميرا طيب سامحني كريم راني نسيتك كل يلبسوا قبقاب يلبسوا كل واحدة البيضة نسيهم أنا خسابهم بباسة موش بباسة يعني يلبسوا التاريخ بتاعهم يلبسوا قبقاب اللوح تقليدي بتاعهم لبس تقليدي ويبيعوا جبن بالمزاد العالني وكلفك الكريتة عرفك شريو اللوح تذكروا أنا مرة ملكة بتاع هولندا مكريتة تمشي في منعش أنا كالمزيل ولا تمشي في كل واحد بتاعها الكاليس كاليس يعني كاليس تمشي في سلك اللاسون يا كريم انا ريت كلب يمشي مع كلب دالماسيون كلب مش دالماسيون لكن لابرادور يز في اعمى معناه يمشوا ما تعرفهم يقف الكلب في الضوء الاحمر وين نتعدى معناه من الاول من الاول لا هو حتى البط اللي موجود في المدن نتاعهم البط انا شديت وانا كليت البط انا واحد من الناس شديت الحمام انا عندي جار يقص الكياس من بلاصه فين يتعداو العباد بالضبط انا الحمام جارتي مبعت ونحكي لك كيفاش جارتي تشريك القمح ولا ما تعرفهم هذيك العزيز عندهم ياسر فهمتني وترمي القمح انا نجيب لامباتريك في الليل ونشد الحمام ناكل فيه حرام عليك مش حرام هذيك تونسي ونخبي الريش ماك تعرف الزبيره مش زبيره ما كريتهم زبيره ما سمعني في الكلمه معناها منظفين نتاعهم ما كريتهم معناها ما الكابينه تاع الزبله ما تشمش ما فماش انا قلت مره ما نعرفش الزبله بالكارته بطاقه الكترونيه مره ما نعرفش طيشت حكه طماطم ولا شنيه قديمه طيشتها في الزبله خسيبت شويه الليكيد أنا حلوا لقاو جواب جاني باسمي أنا وعملوا لي عليه خطية جاتني خطية أنت طيشت الزبلة ما تعرف كي طيش الزبلة لازمك تنظفها حق طماطم قال تغسلها وتنظفها ما فماش حاجة تسيب ليكيد كيما أنا مرة ما جيت هوني لوحت في الزبلة دبوزة بلار يا أخي جاوني يعني إيه الوحدة تاع البلار وحدها عندك نهار الأربعاء ولا الخميس والا تمشي فما بوبيل كبيره تاع بولار كريم انا كي باش نحكي انت خاطر عشت تعيش في هولندا ونعرفك علاش تحكي كي اما كي باش نحكي للعبيد معناها اقوى من المانيا واقوى انا مشيت لالمانيا مشيت لفرنسا مشيت لبلجيكا مشيت لسويسرا مشيت باهي نظاف وبلدان طياره العقليه تاع هولندا ما فهميش عقليه اخرى بالحق انا عايش في 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 لايدن كلها البلاد الوحيد فيها بلاصات في هولندا في دناخ فيها بلاصات يعني ما فماش بوبير ما تجيش من مكان تهز الزبله تطيشها وحدك في ويزك تفرقها راهو مش بوبير معناها تطيش لا كي تدخل بكرامتك كيما البياج ريت بياج نحن عندنا في تونس كيما البياج تدخل تطيش زبلتك تقف معناها تحط بعد تقدم شويه تحطك اللوح والكاغت وكذا قادم شوية تحط فلوس كالي بطير وبعد تمشي خدمتك من بعد البلاستيك بلاستيك واحد وكل شيء واحد البلاستيك يخافوا منه ياسر يحبوا ياسر بلادهم هولندية راهو خلقوا بلادهم راي سبخة هي ما تعرف دخلت الواحد هي الدلتا تاع رايخ راي ايه عريتك الأراضي كيفاش يسكروهم ويعاودوا يحلوهم ويعاودوا شيء يوقف المخ إذا أنا قعدت في هولندا 12 سنة عرست في هولندا عرست هولندية عملت فيها يا كريم ها؟ عملت فيها قلت عليش ما كتعرف نحن نشرب وكها ونشدها فبني طاف ضرب عليش هكا كيك ذكر أنا كي مشيت لهولندا خدمت أول ما خدمت أول ما مشيت ساعة ما بدأوا كده بيش يقروني وكذا بيش تروح قلت لهم أنا ما روحش رباب مش يقتلني نعيشوا في خيمة فهمتني اما ترى ما كفيله ما تعرف هولنديين يصدقوا برشا معاك نحن راه نعيش اي قبل قلت لهم انا نعيشوا في خيم باب 104 نسية ما عندهمش توا انترنت ما يعرفوش تونس بابا مسكين يوم يلتوى تشد الطاطي ما
بيخ أربع نسية ونهار كامل يشد يضرب في أمي وفتي ومخذين أربع نسية يبدأ ويبكوا يا كريم يقول لهم بابا ميخ أربع نسية لجنة اللي على الدائرة بي يبدأ ويبكي يبكيوا تحكي لي أنت يا كريم وأنا أبدأ نكذب عليهم أنا فهمت أنا راني صريح لو من عش لا كثير صريح يقول لك شيء وش بيحكي هكا ولا رشوة ولا مش نعطي اسمعني أنا يا حمودة الإنسان ما لازموش يخلي حد شيء في عقله يعني لازم يفكر بصوت عالي فهمت يعني شو الفائدة تمنع الحرية من الكلام فهمت تمنع الحرية والإنسان ما تنجمش تمنعه شنو يفكر صحيح أنا سرقت رشويت عملت ضربت شو مشكلة ما يقلقنيش مايش حاجة بيزار وهذيك الإنسان أخي خيفهم معناه وأقوى ملك في العالم فإنسان ما تجيش ما عادش أما معناتها العبرة مش في الفعل يعني نجم الإنسان كل إنسان عمل أشياء شريرة في حياته فهمت ما فما حتى مشكلة لكن المشكلة هي شنو النصيحة اللي قدمها للأجيال القادمة ما تنجمش تنصح حتى واحد أنا أكره النصيحة كلمة نصيحة أنا أكره ما تحبش تعطي النصيحة لا حتى انا حتى ولدي انا ولدي هو يعيش معايا وكذا ما نحبش ننصح نكون عندي ولدي يكون خير مني علاش ننصح شكون قال لك انا مش نجم ننصح لا يعني مثلا ما تقولوش مثلا الحاجه هذيك راهي مش باهيه راهي مش مشاك ما تنجمش شو مش تقولوا الزطلة مش باهي الشرب مش باهي كذا يعرفهم عندي يسمع الغنية الراب لا لا ويفهم مش الزطلة مش نقوله شنو هو مش باهي مش الزطلة مش الشراب مثلا تقول له مثلا ضربان المرأة مش باهي انا طبيعتي انا عاوش اقول لك علاش انا ضربت مرتي الهولندي تونسي لي مثلا مستحيل ما عطيت على خاطر انا اولا مشيت صغير من تونس مانيش متثقف يا كريم مش على القرايه راه يعني في فتره جهل يعني عملتها صحيح مش متثقف اوروبيان مش متثقف هولندي ماكش ماكش متثقف انساني انا مثلا عندنا امراه باش تقول راجلها راه باش نخرج في الليل وماش قولي لي عندنا معناها قاعدة أنا قاعدة بتاع ربك تو فهمت كيفاش؟ وقتها والتو ما نعرفش أنا حتى التو ما نعرفش كيفاش أنا مستقبل يعني أنا التو خاطر ماك تعرف بولندين يا كريم أنت تعيش معاه متعب أي عادي كل واحد حر فهمت المرأة عندها ما فماش حرية من احنا عندنا لكن راهو اسمعني راهو فما حاجة أنا مرتي الهولندية راهي تحبني خاطرني صعيبة معاها فهمت كيفاش؟ هما يحبوا الرجل الصعيب لا انا خاطر تحبني اما شنو انا كنكثر عليه بالضرب يجوني البوليسيه يهزوني فهمتني ويحطوني في السانترم عرفتها السانترم مش كيما الحبس عندنا ويبداو يقول لهم بابا يضرب في امي وهذا مسكين راه بابا صدقني عصفور ما يذبحوش مش يضرب امي وعمل ما هو كيك يقروني غادي يقول هكا وهكا يسيبوني فهمتني يعملوا لي كل براسلي كان خلطتش عليه مازال براسلي ولا ما مازال يعني ما تفوتش كما يقولوا او ما ولا انت راش وتجيك يجيك يا برا يا راجل كما يقولوا مرشده ولا تجيك تقريك فاهم حتى انا راني قطه معاه جيت معايا جيت تعرفي وليت كتكت فيها يعني شو اسمها ما يسمى هما عندهم هوني المجرم او مثلا اللي يرتكب جريمه ما يعتبروه حاله اجتماعيه يجوك للدار يقريوك انت السارق طبعا في الكلمه مثلا انت السارق شدوك مره اثنين ما يدخلوكش حابس ما فماش حابس في هولندا قريوك. حابس كان الحاجات الكبيره يجيوك للدار يجيوك اما عندك حق مثلا اخطر حاجه عنده ما تخرجش من الدار جميل ولا يعطوك كانتوراج ولا تخدم في بلاصه شويه معاني. تمشي لهكا ما تفوتش الولايه انت ولا الجريمه يجيوك للدار يجيوك المرشد سميها ولا نسيتو المرشد الاجتماعي صحيح يجيو يقريوك مثلا يقولوا لك مثلا علاش تسرق انت كذا او كذا تقولوا خاطر غادي معناها ما عادش عندهم محبس اي لا ما عادش هما ديجا سكروا نص الحبوسات نتاعهم يعني يعتبر المجرم هوني عباره على حاله اجتماعيه لازم توعيه مش صحيح كيما نحن عندنا مخالفات تاع مرور انت خالفتك يتخلص يتحملهم مسؤوليتك علاش كي قلت لك نحكي انا نحكي كان 2001 راه هذه راه انت تو زدت راهي طورت اكثر هولندا اكثر تو اي كي مش نحكي على هولندا راه صدقني زمنا جمعه وديجا حتى كي نحكي علاش انا نحكي خاطر انت الشاهد الوحيد معناها بالنسبه لتو بالنسبه انت تفهم وتعرف هولندا
هولندا راي بالحق علاش قلت لك راي مدرسة علاش تو فرنسا وإيطاليا وكذا ديما يعطوا هولندا علاش هولندا تبيعوا دروغ تو برشا يقول لك يبيعوا في الدروغ يهودي يبيعوا في الدروغ لو قضاوا على المارشينوار قضاوا على المارشينوار تحب الدروغ ما يقول علاش انا قلت لك ولدي حتى معني ايش تقول لي انت ربي ننصحك ليش ننصحك وين نجم انا نوفق هو صحيح يحب يتكيف زطلة يجي تكيف لا الزطلة هذيك حرية ما نجمش انا كيف ننصحه انا ولدي اسمعني نراقبه من بعيد لبعيد على شو مش نراقبه لا ما تراقبش حمودة بالنسبة للزطلة والشراب هذيك حرية شخصية اما مثلا انا نتكلم على حاجات اخرى مثلا تعتبر خايبة كما السرقة كما لا لا هذيك معنا صحيح اما تو مثلا انا حتى واحد كيف مش نقوله مثلا تحب تزطل تزطلش في تونس برا زطل برا يمشي البلدان مثلا يمشي الجزائر يمشي المغرب يمشي الشيخ تزطل على مش مشكلة في الزطلة مشكلة في القانون القانون هذاك تاع الزطلة قانون تاع الزطلة مشكلة انت قاعد في بلاد انت تمشي للسعودية مش تسكر ليه برا يسكر في تونس يسكر في فهمت كيف تسكرش في مكة لا فهمت شنو انا قصدي هذه ننصح نجم ننصح انسان هذه نصيحة وقول انت تحب تشرب اخرج من مكة برا اسكر ما تسكرش في السعودية اسكر في الامارات اسكر في المغرب فهمت شنو ولدي مثلا يحب يشرب ولدي يعيش في السعودية ما نخليهوش نقول له ننصحه نقول له ما تسكرش في السعودية راهو يشدوك في السعودية يقطعوك برا اسكر ايجي اسكر في تونس اعمل جو برا البحر يمشي لصحابك مثلا ولدي كبر عمره 25 سنة ولا 30 ويخدم في السعودية نقول له انا ننصحه نقول له رد بالك تشرب في السعودية مش رد بالك تشرب بالك تشرب في السعودية هذيك هي النصيحة امام شو نقول له ما تشربش لا لا الشراب مش مشكلة الشراب ما تبعش بنيات ما نجمش هذيك امور مش مشكلة سي حمودة مسألة معناتها مثلا الزطلة في تونس وقانون التجريم تاع الزطلة وكيفاش واحد معناتها يتكيف في الزطلة يعني يضيعوا له عمره وعامين حبس ولا قداش كثير يقول لك معناتها هولندا وتعاملت شرعت الزطلة يعني قضت على المجتمع بالعكس انا نشوف المجتمع الهولندي ولا منظم ما عادش يتكيف في الزطلة انا فهمتك يا كريم هذيك ربي انا فهمتك قلت لك واحد يشرب في السعودية ما تشربش السعودية وكاو مش هو القانون مثلا انا نمنعك تشرب ليه ما السعودية ما تشربش فيه شنو رايك في القانون بتاع تونس بتاع الزطلة يعني قلت لك كيما عبارة واحد يشرب في السعودية يعني الشرب موجود وبش يشرب والسعوديين يشربوا في مكة أنا عندي تصويرة كان حب أحطها لك في مكة تحت مكة في الوتيل وحط كعبة ويسكي مصور الكعبة موجود لكن هذا السيد اللي عم فيها لو كيما يقولوا نحن داخل في متاهات كيما في تونس مش المشكلة في الزطلة ما هيش زطلة ديجا اللي في تونس ما هيش زطلة اللي تسموا فيها زطلة ما هيش زطلة ما هيش زطلة انا ما تكيفش حتى السيجار وراو حاجه البي حتى ما نكيفش يعني دخان لا زطلة لا حتى شيء مش راهو لا عملت حاجه اخرين ما زطلة ليه خيار اما اللي يبيعوا فيها في تونس ما هيش زطلة اول حاجه ثاني حاجه معناها تضيع عمرك انت على معاش برا تكيفها برا شيخ برا سافر مش زير معناها ما تكلفلكش برشا تمشي لزير معناها مع قانون عادي عندهم على 6 7 مرات بيجي يدخلوك حبس ما يدخلوكش كونسوماتير ما فهميش شكون بيع لك شكون كذي ما يدخلوكش فهمت المهم حمودة معناتها احنا ما لازمناش نطول اكثر على خاطر الناس كي تطول عليهم يوديهم يتفرجوش في الفيديو لا 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 سي بون يعني درنا على الموضوع الكل حول تجربتك الشخصية الكل فهمت تقريبا اما خلينا احنا نوصلوا طول للاخير فهمت شنو تنصح الشباب انت عندك تجربه هذه وزرت وخرجت فما ياسر مثلا يفكروا مثلا في الحرقان شنو تنصحهم نعطيك انا بعض الاسئله وتقول لي شنو النصيحه نتاعك اللي يفكر بشغل كريم بصراحه لازم يحرق بصراحه علاش بصراحه يحرق علاش ما يرجعش تونس كيما اوروبا يقعد في تونس ثم عقليه عقلي من فوق اي العقلية دي علاش ما نبدلوهاش انا وانت تعرف حاجه انت انا خلطت جماعة جويف واستراليان صدقني يموت ولا حاجه اسمها تونس اقوى دوله يحبوها في العالم هي تونس ونحن عنا كعقلية واسرائيلي وفلسطيني يعيشوا مع بعضهم انا قعدت شربت قهوه وعشت مع فلسطيني وبينومي بينومو يعيش معاه في الدار ما تعرف كيف انت تعيش تو هكا
فلسطيني واسرائيلي، اسرائيلي مش هولندي، اسرائيلي يعيش في هولندا يقراوا مع بعضهم فلسطين. معنا فكره غلط ترى وذيه، هو نحن الثوره وفلسطين والانتفاضه وليها برا معلم، انت مش تحكي معايا هيك برا، شوف الفلسطين والاسرائيليين كيف ايش يخبوا بعضهم هيك شركيه في الحقيقه. انا في هولندا تعرفهم انت، حلو حلوت بتاع شاورما مع بعضهم، مع بعضهم مع بعضهم هيك مع بعضهم راه ايوه، ما يخبوا في اسرائيل عادي كلهم ما عندوش حتى مشكله حتى اشكاليه. اقوى منا نحن، يوكريتا توسي مع توسي يعملوا شركه يعملوا مشكله. دونك كيفاش لازم يحرق التونسي؟ اسمع ثم دوله بتاعنا من اعز الدول في العالم. انا نعطيك حاجه، علاش ما نبدلوش العقليه؟ علاش ما نبدلوش العقليه حموده؟ ريت حاجه ان نصطاد برشا وكذا. عنا عز حوت، عز شفريت، عز تعيش في بلاد تعيش، ما نعرفش علاش، ما نعرفش علاش انا الحوت نشدها ما تمشيش لايطاليا، ما فهمتش علاش فرنسا ليه تجي لتونس. طقس وطن قبلي في باكيت الوطن قبلي، نجم يعيش لوروب، لوروب مش نحيو هولندا، كذا نجم يعيش فرنسا وايطاليا الوطن قبلي، الوطن قبلي. انت مثلا انا مره ما نعرفش باش نحكي على الكرهب وكذا، سامحني انت علاش تجيب لي فيها الكرهب؟ انا خالصه نقص لي مليون وتو صحه في تونس، نقص لي مليون، مليون برك معناها يحكي فيها مليون، ساعات كي يطلع لورو يا كرهب تزيد زوز كذا مليون، نقص لي مليون، مليون وانا نخدمه بيه، جيب لي الكريو، جيب لي سيتروين، انا مش باش نفرض انا على الدول، ما تصحليش في تركيا ولا في في, في فنزويلا ولا، انا ناكد لك كراب جيب من فنزويلا، فيات جيب من فنزويلا وبرازيل، في حق البابور بتاعها زوز 3 ملايين، الركوب بتاعها من برازيل فيات، بونتو، جراندي بونتو، زوز 3 ملايين، علاش انا ايطاليا بحذانا؟ تعطيني الموتور والكروسه ولا نركبها هنا حتى كي نطلع فيها خاسر ولا نطلع فيها 100%، تعطيني انت مناطق حره، اعطيني ليبيا وتزير حتى نخدم لك انا، انا مثلا عندي دي فامي في الحدود على تزير، ما تعمليش تهريب، انا اعطيني انا معمل مقرونه نخدمه في تزير، مستعده مستعده تزير ايش باكل مقرونه بلفين تونس، انا نعطيك ما فكره حتى يسمعونيش تزيريه اخوانا وكذا يموتوا على حاجه مصنوعه في تونس. تزيريه يحبوا حاجه مصنوعه عباره كيما نحن ما جيب لي سبيدر يدوريجين فهمتني، حط لي باكو مقرونه مصنوعه في تونس ياخذوا تزيري بلفين تونسي ب 3000 راهو حاجه فوق الخيال، يحبونا يا كريم حاجه فوق الخيال. هذاك علاش انا وصلت نجيب الشاميه، سامحني علاش ما نبدلوش العقليه نتاع بلاد يا كريم، انا مش نحكي لك حكايه تضحك، انا نشري في الشاميه نتاع تونس مكتوب، مش مكتوب عليها مصنوعه في تونس، بابيون اعرفها نشريها من تزير ارخص من تونس مرتين، ومطيشه في تزير ما يحبوهاش، ويجيبوا في الشاميه نتاعنا مارشي نوار ويبيعوها فادو في تزير، يا ودي هي بيضها راهي بابيون يا كريم، مره جاي كان والله ما نجيبها لك تشوفها، معناها الباكو هو بيض مش مكتوب عليه لا مصنع في تزير لا في تونس الحكم، يعني نشري فيها ب 4000 هي تخدم ب 8000 في تونس، ويشروها من تونس من المخزن ب 8000 ويبيعوها ب 14000 في تزير. فهمتني؟ علاش تعملش مناطق حرة؟ جيبي السكر من برا، مثلا أنت ترش مثلا مناطق حرة برجع عبد ما يعرفوا إيش. ناحية مثلا مناطق حرة، أنا مش تخدم لي الشماية مثلا. ناحية الدعم تاع السكر. ناحية كذا، يجي يدخلك تزير يشري باللورو والديفيز. ياخذ حقة شماية ولا الهريسة ولا كذا. شوف قداش تخدم أنت في الكيف جندوبة وبيجا في الشمال الغربي. رو ما عندكش فكرة قداش يموتوا على البرودوي المونتير التونسي. رو حاجة كبيرة. شوف ليبيا راهو راهو تعرف انت دولة أخرى عندها حرب وعندها حدود، شوف انت عطا فاهمك العراق برشا دول استنفعت من الحروب بتاعها، نحن ليبيا نورمال استنفعوا من الحروب بتاعها، ما عادش تمشي لتركيا ما عادش تو جيب لك بروديه تركي يجيبوا لك لتونس، ادخل اقعد ادخل اقعد تلقى تلقى مجازا كيما تو شبيك منطقة حرة كيما قلنا على كارفور وكيما كبيرة معامل ديزون فري نجيبه لك المنتوج ما عادش تمشي لتركيا، ما عادش تمشي خويا للصين، ما عادش تنجيبوا لك انا المنتوج. نجيبوا لك مفرق كيما نقولوا نحن الشميس، نركب لك انا لي بوطون، نركب لك انا كذا ونخدم، شوف قداش نخدم انا. وجيبوا الصيني، خليه يعلمنا الصيني، شنو مشكلة نحن كيفاش. وجيبوا التركي، خليه يعلمنا نحن. كيفاش كيفاش قوات هولندا ولا كيفاش، ما جابت ما يعرفوش هولندا فلاح. مقطع يا كريم. هولندي شنو مهندسين ولا بور فلاحة، فلاحة.
حتى برش شوفوا الطاحونة ذيك راهي تجبد في المياه من الأرض. ناس فلاحة هما زرعوا الفكرة الفلاحة في الأوروب وجابوا العبيد جابوا من كل العالم من الصين من الهند من تايوان من إيجا. عندك فكرة إيجا وريني كيفاش تخدم الحكاية ذيك شو مشكلة يا أخي تو نحن صباحنا كيفاش نعمل زون فري ونجيبوا شناول يا أخوي نجيبوها مش شناول أنا نجيبوها المعمل أنا مش شيت للصين وكذا ريت وأنا معمل ونفس الصالير والله أغلى يقول لك هو اليد رخيصة في الصين ماهيش رخيصة اليد العاملة في الصين يعني اليد العاملة في الصين أنا أكد لك فاضية في تونس لكن جيب لي الباترون جيب لي السيدة جيب لي اللي يعملوا الحكاية في الصين أو جين أو هربوا بينا كنا لولانين في باك في العالم في الجين كنا لولانين في الجين يا كريم كنا لولانين تو معناها الصين هربت يعني السياسة في تونس ماشية وتنحدر نحو الخليج يجيبوا أنا ما توريزم تحت جيب لي الزدار بتاع العالم في توريزم جيب لي من إسبانيا جيب لي شركات من إسبانيا شوف المغرب أنت المغرب كلها إسبانيا شركات شنو تشوف أنت الوضع بعد الثورة هل تحسن ولا تدهور؟ فما حاجة تحسن فما حاجة ليه مش تكذبش عليك الاقتصاد أعطينا الاقتصاد حسيته كما هو حتى برشا متشائمين ويقول لك ولا حسيت قيمه ماشي حاجه يعني لكن فما غلاف المعيشه مش تغلى حتى عم بن علي ما بدات تغلى بشوي بشوي خي ليسونس كيما شد عام 87 كيما خرج لكن طول فاحش يعني كيلو فلفل يقول 4000 سيدي فلفل اسمع تونسي راه بكي برشا تبني تو ياكل فلفل في الشتاء ويحبوا ولا يعني قديش في الاوروب ولا في العالم ولا مشكلتنا في الفلفل وقفت كريم مثلا الحم كيفاش يوصل بال فيه يوصل 200 و300 فرانك ما يشري حد الحم نمشي معك غالي شويه لكن حتى الناس تتشكى من غلاء المعيشه في تونس من وقتاش ما تشكيوش انت يكون ما عشتش في تونس انا من نعرف تونس وانا صغيره والتاكسيست يقول لك ما عادش فيها اللي يعيش في فرنسا يقول لك فرنسا صحيح ما عادش فيها اللي يعيش في كذا يقول لك يزيك او ما عادش فيها القواجي يقول لك ما صورت شيء كذا عمري بريد تونسي احمد ربي معناه ولا يقول لك سيبون ولا تفرهت ولا هذه ثاني عقليه راي عقليه فين العقليه ما نضبطوش رواحنا معناه كيما نقولوا نحن ما نتاقلموش وضعيه راهي صابت برشا شوف ليبيا تعرف قداش وصلت معناه المليون ولا ب 350 دينار اللي كان معناها بريسك وصل للدوبر وصل المليون التونسي زوز ملايين توانسة بمليون ليبيا وعايشوا كي يزمنا نخف على وضعيتنا يزمنا نستغلوا برشا الحكايات وراو ليزون فري عنا زوز دول من أقوى الدول نجمو نكونوهم رانا الجابون بالحق أنا مشيت للجزائر مشيت لليبيا مشيت للمغرب قول أي سيبون مشيت للجزائر معناها شيء أسف بالحق نحن نسمو يعني رحمة مش على أخواتنا الجزائريين نحبهم ياسر وأنا راني متعلق برشا بالجزائر ما عندهم سيرفيس زي أسف نحن نورمالمون تونس رانا مشينا عملنا سيرفيس في الجزائر عملنا توريزم في الجزائر نجمو نعملوا توريزم ما ينفاد توريزم في تونس نمشوا للجزائر نعملوا وتلة ونعملوا توريزم ونعملوا ديز أجونس ونعملوا وتلة بتاعنا نعملوهم في الجزائر علاش ليه ما فهمتش علاش بالفعل شمال افريقيا يعني فيه موارد قويه جدا نتاع سياحه ونتاع مناطق حره نجمو نحن نعيشوا بطريقتنا احنا والجزائر نكونوا بعضنا وليبيا وفيه كيف ليبيا المغرب ليه وحدها المغرب علاش بتطورت روحها بعدت علينا هربت المغرب طورت المغرب وحدها المغرب ما عادش تخلط عليه انا المغرب مشيت لها من الثمانينات حتى التو معناها مشيت حتى قدامي المغرب سي حاجه اخرى المغرب تو تنجم تقارنها بفرنسا وايطاليا وكذا اي الاورو نفس القيمه مع الدرهم المغربي لا بخلاف راهو لا تنجم تعيش في المغرب لا وهذيك راهو فلوس غليت ورخص راه ماهيش مقياس خاطر انا مشيت البلدان مثلا فلوسنا اغلى منهم برشا كيما مصر مثلا وما تنجم تعمل شيء تنجمش تعيش يعني كي باش تمشي تصرف ديليكس تاعنا نحن تاع تونس يعني اغلب من تونس باش تصرف قهوه في مصر في بلاصه بيك كيما نقولوا نحن حي نصر وكذا نحن جرو ماكس حي نصر 3000 قهوه يعني في مصر تقهوى ب 15 دينار تونسي فهمت تنجم تشربها في عز بلاصه في المغرب بدينار تونسي ولا بلفي
يعني بتونسي نحكي مش على قيمة الدرهم. فهمت كيفاش؟ لا بالعكس المغرب، بالعكس المغرب من عرفت كيفاش تطور، عرفت حتى فلوسها كي طلعت إذا ماش طلعت رأيه في بركة حاجة خطر ما متخرجش راس براس معناها انت تقول هم يسموها راس، انت تقول راس براس مش راس براس يعني 10 درهم بانورو مش راس براس تعرفش راس براس وقوار لي درهم بانورو برشا اللي غلطي فيها فلوس المغرب العكس طايحة وقاعدة تطلع. لا عاد الدرهم هو ما عندهم هو قيمة 100 فرنك في تونس هي ما يمنش قيمة نحكي كيونيتي يونيتي كي وقتاش تقول لي راس براس كي يولي درهم ببورو فهمت كيفاش؟ وقتها تولي قيمة انت لاحظة خاطر مشيت المغرب ماهيش غالي المغرب تنجم تاكل حوت تنجم تتعشى تنجم تشرب تنجم كذا ارخص من تونس صحيح فلوسنا طايحة يعني كيفاش نحسبوها اما ارخص من تونس يعني مش ارخص اما كيما تونس اقل شويه وتتفرهد ما تحس روحك سافرت لبلاد غاليه ولا مشيت معناها هيك الضربه خير. المهم حمود اشكرك على هذه الصراحه وهذه التجربه الشخصيه اللي عشتها، اتمنى ان يستفيد معناتها المشاهدين بهذه التجربه ونشجع اي انسان عنده تجربه شخصيه في اي أنا بالله سامحني كريم في كلمه نحب الرجال اكثر سامحني حتى قلت لك وانت قلت لي كيفاش نحن في البريفي قلت لي راه قلت لك انا نلوم عليك يعني لاحظت قلت على كريم يعني يحب يتصل اكثر بالنساء ولا يعجبون ما مش نحكي على اعجاب شخصي نحكي يعني حوارات نساء اكثر يقول لك حتى تو راجل حتى في الفيسبوك لاحظ حتى كتب فوق بروفيل تصوير بتاع طفلك جيك 4000 انفيتاسيون تعمل قلت على كريم دخل في الامور هذه قلت لي ليه لو انا نشجع الرجال على شنو مشكله ما عادش انا شنو هي الاشكاليه المشكله الاشكاليه انا نساء انا ما عندي حتى مشكله اي انسان يتصل بي اي انسان يتصل بي يريد يحب يعمل مقابله انا مستعد ما فما حتى مشكله وانت شفت يعني قلت لي عادي عادي احنا ديزامي طبعا كيفاش تعرفت عليك ما حكيناش كيفاش تعرفت عليك نحكي وخليني نكمل النقطة هذه يعني وأنا أي واحد يتصل بي عمري ما نشوفه راجل ولا مرأة معناتها ما ننتبهش أصلا وفي بعض الأحيان فهمت حتى أنه يرسل لي فو بروفيل وكل شيء من بعد ساعات وأكثرهم اللي يتصلوا بي ويحبوا يعملوا مقابلات وما نساء أما كان فما رجال مرحبا بيهم ما عندي حتى مشكلة فهمت؟ صحيح هذا اللي حبيت جست مش ملامة ما حبيت نحكي لك. اي لا 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 انا عمري ما انتبهت ليها. اي تفضل كيفاش عرفت ال فما كان بديت الحكايه مع اسمه فيلم موسيقي للرسول. كروشي هذيك. حبيت لوج على الفيلم شنو ما نعرفوش حبيت نتفرج فيه. بعد الثوره بالضبط هكاك يا كريم تقريبا بعد عام الثوره بالضبط اقل شويه اقل وعجبتك عدد في السفاره حطيت لو وش خرجت لي انت قلت شكون هذا ايش بي كي من لبس الشيء انت وقتها عم تكون صغير ولا زوز وبك الشاشيه كلام شويه هيك رجع هكا بيزار وكلقصت ولا محل علاش ما ترجعوش والله مش خايب روح كلمة ولا اثنين هيك حسيت كواليتي ياسرك صباع الاخر لا مانيش صباع انا الاول حبيت نعمل سكا كلمة ولا اثنين نحن انا بدي ما حبيتش اتكلم كلمة اما قلت خليك على راحتك انت انا اؤمن بالحرية كل انسان يتكلم اللي يحب جسيت بياز الواحد يلقى فين راحته راحت عملتك جاني شنو ملح التونسي قلت شي معناتها هذا ملح التونسي كلمة كبيرة ياسر نعرف ملحتين نيتشا كذا ملحد واحد فرنساوي كذا تونسي شنو هو تونسي انا اللي حاجه جبدتني ليك خاطر بصراحه من الاول صدق قلت شكون هذا ما هكا ولا لا صبعني في الكلمه جبدتني ليك كانك في الكلمه تعجبني انا مانيش نسب في الاسلام مانيش كذا اخويا هاني نحكي على مثلا صلعم نسموه فيه صلعم تعلموا صحيح وحدكم وحدكم ها اخوي ها بالقران ها وكذا جبتني من الاول راني بصراحه فرشيك شويه بعد قلت شكون ودي سيب علي منه لقاك تهبط في الفيديوهات وبديت ما عرفتش كيفاش كيما نقولوا نحن نتبع فيك بشوي بشوي
ما كانش الانترنت وقتها ولا بشوية ما يش تليفونات سمارت فون ولا شوية كان شكون عنده انترنت وردينوتير عندي وردينوتير وانترنت في الدار خاطر انا بحكم دوميني في البيع والشراء بالانترنت في الليل نهبط ديزانونس كذي ونجبد هاي نحطك الكاسك ونبدأ نسمع فيك ما خبلتكش ملون نكتبش عليك انا نكره هكذا يبدأ يسب ويبدأ مش نكره اما ما نشيخ عليه وكاهو مثلا كيما جالي البريك ولا كيما كيما واحد معناه ما نركزش معاه كيما قلت نشيخ عليه يبقى يسب نعم كذي نعم ربك يعجبني جلال يكره الناس كله كصنفر غبين عرفت انا اكره يعجبني جلال بالرسم ساعات انا بيدي نولي كيف قلت يا بديتك ادمين عرفتها كيفاش نعم راك نهبط انونس كنت نسمع موزايك وكذا نهبط حط هاي جبدني اللقب تاعك ما هو حط حكي لها قبيله راسك فرد لقب ولا يشبه له شوي قلت طيب برا خلينا نشوف هذه ملحد تونس ما كانتش علم دير ربك ولا شو قلت هذيك تعلموا دير ربك لا ما كانتش عندك كلمة اي قديمة هذاك القديم انت تقول لا لا قلت لولانين شعرك طويل شوي علم تاع تونس وراك وتكره فادت انت على الاخر فادت كيما هذه مش تحكي كيما تو فادت على الاخر مكرس على الاخر كيما نقولوا نحن قلبي معبي كي صحيت اي كذا وتكرهك محمد بتاع دير رب السلام تكره كذا وشيخت عليك هاي بشوي نعم نهبط انونس ما تعرف بالك كنت باش نهبط انونس يلزمني ساعه ولا ساعه وربع باش تهبط التصويره الاولى والتصويره الثانيه وكذا فهمت كيفاش باش نحكيش على الدومين ما دوميني معناه في الانونس تاع الكراب والديار وكذا هاي هبط الاولى هاي ما يكمل الفيديو بتاعك ما كمل هبط الانونس ولا ما كمل الفيديو بتاعك يا خويا وما نعرفش كيفاش تغرمت بيك تعرف وليت لي دروك ولا وليت لي هي عودتك اللي الفيديو الاول اللي مولول بالكل يا ولدي تعرف شنو ما قوم الصباح كريم ونفيق في الصباح في الليل كريم وليت حتى صار لا عاد صار إيه نمشي نيك كعبات بيرة واحد شربي وكذا حل الاورديناتير ما كانش سمارت فون حل الاورديناتير شنو هذا يا كريم هذا شو اللي شنو هذا اوكي قلت لك اللي جابيت هو الزيت هو السؤالات اللي سلفي امانة اخو فازا كيفاش خذا مرض زيد اوكي يا خويا وانت غرو تعرف دخلت في تعرف كون الزبي صاحبتك ولا قلت يا رب بتاع تعرف شيء هبلت هبله ارجع له الفيديو هذاك قلت راني نضحك عليك لا وتقول الزبي صاحبتك ولا تقول كيفاش وانت تعيط وكيفاش وورش هو كنت ثبت ودير ربكم وكذا يا ولدي تعال راك هبلت هبله ما نعرفش الشيخ وقتها ولا لا لا مانيش يا ولدي فدي بلي ارجع له الفيديو هذاك عندك هو فضل فيديو اخر زاد الشيخ عليك فيه تاع فيديو امور تعرف شنو وراك راك بالرسمي انا قعدت بيت قلت له لا تطلعش هذه مش مرض زيد صاحبت كريم قبل ولا شنو وفاز كيفاش خذاك طفله صغيره بنت عائشه بنت عائشه بنت ابو بكر الصديق يا ودي عملت فيه عملت تقول لك عرفتك ذكرت بك اللجنه بتاع هولندا وقت الجوني يا ودي هبلت عليه راني نضحك نعمل لك اي قلت اي تعرف كبير هنزيد كعبه كبيره وانا قلت شكون انا في باريس عايش في هولندا في بالي في تونس اي برا كذا اي قلت نهار نقابله مره حكيت قلت انا ولد باب جديد ولا كذا حكيت على اخت صالح كركر وسيبك وكذا وسمعني حتى اختك توفيت وقتها بعثت لك شكرا معناتها بديت هاي صالح كاك كيفاش تقل عائلتكم وكيفاش فهمتني كذا وقلت انا ولد باب جديد هاي قلت نطيحوا في باب جديد في بار في كذا طيحوا شكون هو كريم هذا يا اخوي ما راش بعد وليت مدمن بيك وديت دوب ما تهبط حاجه وقت اللي بعثت لك فيتا سؤال على الفيسبوك وقبلت دي فرحت شيء غريب فهمتني وهي قلت ايش كون وبعد وقت قلت هولندا نعم تينا هولندا
تعرفش كيفاش. انا كل عام كنا نطلع لفرنسا، حب ان انا هي كل عام قلت نطاو نمشي نقاب. وقت بعث لك مره مساج قلت لك اني نطاو نجي ونقابل، قلت لي مرحبا بيك. عندي البنوت بتاعي غادي في هولندا، وعندي دي زامير حق في هولندا. مرحبا بك حمودة، وشكرا على هذه الصراحة. يعني حقيقة كان الفيديو جدا صريح، يعني تكلمت من قلبك، فرحت قلبك. عادي كريم، عادي. وما بالعكس والله، هذا ما تسمى مش معش، انا حاجة عادية. اما انا بطبعي راه مشكلتي كي نجي نحكي للعباد، انا في قدر انا عشت في هولندا ونعرف الصراحة، هذه مش تسمى الصراحة بارش، بل كي نحكي بصراحة مش هذه الصراحة، كي نحكي حتى حكاية أخرى بريفي على الأخر وكذا يقعدوا بيتين. أي خطر معروفة في هولندا ديركت، صارحين ياسر الهولنديين. أنا هذا سمحني في كلمة، هذه مش نحكي لك، تحب تعديها عديها لو ما تحبش. هذه مثلا أنا كي مش راجل، مثلا واحد كاريوكا عجبني قول له راه عجبني، ما قلقنيش أنا كيف طفلة ولا كيف. فما ميتي بيناتنا، سامحني ضرب فيه واحد كاريوك وانا عجبني يغزروني كيفاش تحكي هكا وحرام وكيفاش اخويا عجبني، حتى ما فماش ريلاسيون سيكسيال، عجبني محليه ستيلو طياره وليد شباب فينو برشا محليه الانوث الفيناسيون نتاعو محليه. وانت قاعد معايا خاطر نقعد انا نشرب ياسر، ونقعد انا نشرب يومين ونقعد في قعدات وكذا تويتي ساعات. واحد مثلا نسموها، ما نحبش نسميهم اكتسبيت بتاعنا الخريبيين، مثلي محليه نضيف وشبيب ونضيف ياسر، يعجبوني انا في النظافه ساعه اول حاجه محليه وعقليتهم تحفونها برشا، ما نحكوش على الكوتين سكسيال، انا كقول محليه يعجبني. مثقفين ياسر، مثقفين محليه نصير محليه نسيت عندي انا نسم مليح نمشي فيه، انا راجل المرا ولا وقعت وبر رقدت معاه ورقد معايا، انا عجبنا بعضنا ورقدنا. انت ايش دخلك للترازيم؟ علاش تقول لي انت حرام ولا حليل؟ يعجبني مثلا ذي. فم واحد مره بشي من جماعه الخليج، ما نحبش نسمي بلاد، شيء يعمل في دعوه في المسلم سموها هذيك تبليغ الدعم، تبليغ الدعم، شارك الاسكناف، بلدان الاسكنافية، مش اسكناف، شارك الكندا الفوق الاسكيمو. بدي يحكينا بالانجلي، قالوا راو اسلام وكذا وراو نحنا وهكا وهكا وهكا، قالوا انا راو عمري 50 سنة عمري بلاي صليت، لان ما نعرفش اسكيمو، انا نعيش لما ما تعرف الاسكيمو ما يعبدوا شيء. فوش بقى ما مش عقلية تعب شعب العبادة، هي معناها خلقة حاجة معناها كما يقولون احنا مش تخوف الانسان. قالوا ايه انت تو انا عمري 50 سنة عمري ما صليت عمري ما عملت. قالوا هاني قلت لك من تو مش تبدأ تصلي وكذا. قالوا علاش؟ قالوا مدام قلت لك صي. قالوا علاش تقول لي رب علاش تقول لي علاش تقابل فيه وتقول لي خليني خلينا نعيش مش نقعد هنا في الثلج هذا باش نتوضا وندوش ونرقد مع مرتي ما نجمش. وبالحق نحكي قصه واقعيه راهو قالوا ما نجمش سوا نتوضا معناه بالمية معناه المية هما تعرفهم يعيشوا 8 شهور ما يدوشوش راهو 8 شهور شو مش توضا واحد 5 مرات سامحني باهي يا سيدي هاي لا تعتبروا خلينا ندخل شوي في الدين فهمتني شوي نحكيوا على الدين باهي انا انسان مش معناه مش يتوضا لك 5 مرات في الاسكيبو تعرف الاسكيبو ما عندوش ميه ما عندوش سبيله عيش في كل واحده يضبط يروح يعيش شهرين في العام معناها اكستيريور يبقى يعيش في ما عندوش سبيله وستيك ودنيا ويرقد مع مرته ويزب يدوش وشو يعمل بيه سامحني شو يعمل. وعلى فكره نحكيه شويه كانت تحب معناش انا بعد قصه ولا تزيدها كيفاش انا مو خطر ملحد اي انسان ملحد مش يبدأ تبع دين اخر مساله معناها تلحد وكهوى مش تمشي اول بمشي مشي المسلم مش يمشي المسيحي باش يلقاها كلمه حكايه فيها اعظم الاسلام. تعرف انا في بيرك في هولندا راه قريت عام و4 شهور في
في مكتب معناه مسيحي، مش تدخل. انا خاطر حاب ندخل مسيحي، قلت لهم انا مانيش مسلم كذا، ندخل مسيحي نحب نقرا. دخلوني كما قلنا على جامعة الزيتونة بتاعنا ولا في تونس. عام ثلاث شهور ما جاوبني حد على شكون عيسى شنية. نقى راح يعني مش عادة، كان نرجع لسنة بخير صحيح مش بيك. هو عملنا كالمحاضرة من بعد وكذا، زرتك أول سؤال سألت، قلت له أخي توا مسيح هو ربي؟ قال لي البابا. قلت له يدخل التواليت وكذا تعرف ايش قال لي؟ اكسكلي. من بعد صحيح خرجت يعني. قال له ماذا يحكي فرغة يعني. عام ثلاثة شهور يسأل فيه السؤال هذا مسيحي ما تعرف أنت من الإسلام. بالفعل أنت عنده سيء، وأنا أصبع فما طرفة معاش بعد دخلت تخدم في هولندا، وبتعرف تخدم ويزك تخدم وكذا فماش ذي حاكم يعطيك الحاكم يعاونك ويعطيك بورصة ويزك تخدم ويزك تخدم. أنا خطر حب الكويزين ياسر وكذا، عملت فورماسيون حب الكويزين، قلت نخدم في ريستوران بوذي بتاع واحد بوذي هندي هنود شباتي بوز ما كتعرفك الهنود ما برشا مش ناوى عاد عاملك بوذا ما كتعرف ما يعملش طواليت في وسط الريستوران في بالك ولا تعرفها الحكي؟ لا ما نعرفهاش. ما البوذيين مثلا طواليت يزم ديما خارج الزون مش بعيدة خارج الزون يعني خارج الزون انت في دار تعمله برا. عملت تواليت البرة وقدني برد في كورلاندا وعامل بوضة البيب عامل أكك بوضة هذا نمشي أنا نشرب بير ياسر نشرب مليان صغير خطر مدي عمري 10-12 سنة نشرب يعني ما دي مشرب نشرب نخدم على ماكينة بتاع التهبطك البات وريحت نشرب نمشي التواليت نبول على كبوضة كابتني في ال تسمعك؟ اي نسمع فيك. نجرب باش نمشي للتواليت بعيد ياسر الدنيا بارده في هولندا وليت نبول على كبوذا هذا مسكين يشم في ريحه الشياط من بعد عمل كاميرا بالذمه لي انا بالذمه حاب يشوف شنو الحكايه يقال لي نبول على بوذا مسكين يبكي والله قال لي ماي جاد ذيس ماي جاد يا ربي باش تقول علي خوي محليه بصراحه انا خلطتهم برشا الهنود مقطع لكش راسك مقلك لا يعني يبكي برك يبكي لا في هولندا ما ينجمش يعني انت رحت كرتوشه مسلمين يعني مسلمين على الخليج والله صدقني نحن شيء اسف كتراها كيفاش يبكي على الاقل حاجه انا مره انا احكيك حاجه نخدم في معمل تاع اسباب في هولندا عارف يا حبيت في رمضان قلت انا ما كنت عارف في هولندا ما كانش كيما ميديا تاو كذا نسكر وكذا جاني واحد مغربي قال لي يا ودي راه رمضان عنده 4 ايام مسلم انت قلت له قال رمضان عنده 4 ايام وكذا انا ما فهمش ميديا وكذا خلينا نخدم في معمل تاع صبابط هذا نخدم كي تاك تاك فهمتني بزرك كي قلت اسمع وليت نفطر انا في رمضان ما نصومش من قبل دخت لعبت ديخ جيت مشيت للبيرو هاي طول ما تعرف غادي واحد يدوخ راه عام انسان يدوخ حتى في مترو ولا حاجه مش كيما هنا طيش هو يزول السبيطار جي لي كوبتر هوني جي لي كوبتر سويفي فما حسيت فجعة ساعة قال لي شبيه قلت له راني ما وانا ما فطرتش فطور الصبيح وكا نصرار جيت دخت هناك مش دخت لعبت عليه ترا ويجه قلت له واكا واكا دخل المسكين يسل عز تليفون شي يسل في واحد اخرين مش معه قالوا له ايه رمضان ما ياكلوش هو في بيرو مسكين من كشبه انت كترير في شهر تعرف اللي كنت نخدم 8 ساعة وليت خلاش نخدم ساعتين في النهار ساعتين ويخلص فيه مسكين شهر الاول كمل رمضان وفيه العيد قلت له ليه راهو عندنا سويفي اخر وخاطر انا قلت له وقت الدوخه هذيك يلزم لي شهر اخر ما تعرف المولدين 6 شهر اخر تعرف يا كريم والله راني عملت فيهم بصراحه محليه مولا ريت هولندي تقول له راني مثلا من ميتي تعيش في زحال يقول لك اوكي تعرف له اس ارخ ما تعرف يصدقوا اس ارخ تقول له قول له يا يقول لك هو كهو فيه وفيه ما فهميش هذه المهم شكرا شو الطقس عندكم ساعه مهندس
باقي كريم انا نشرف معرفتك. شكرا حتى انا نشرف معرفتك. اول مره نتقابل معك وهذه بالامنيات اللي تحققت لي في حياتي بصراحه. شكرا. تمنيت منك هذه حكايه معناها بيرسونيل، هذه من الامنيات اللي بالحق حققتهم في حياتي. وفرت عليه باش يجيك رولاندا غادي ما جايك. لا مرحبا بيك. وفرت عليه 3 4 مليون تونسي ما نكذبش عليك. لا مرحبا. مش مشكله في الفلوس والله كي قابلك بالدنيا. مرحبا بيك. وكريم انا انت ما تحبش الكلمه دي نعرفها، قلت لك مره بعثت لك قلت لي يزي ومع سهوله باللي دار تاعي يعني من كيما نقولوها بالتونسي ملي دار ليدر تاعي فمن الناس اللي نفرح بهم في حياتي. شكرا 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 ويعطيك الصحه. ونعرف كراك تعب برشا. اي تعب تناضل ياسر، تناضل برشا برشا على الاخر بالحق بالحق على الاخر. رامي سهل ونحن توا واحد اوكي سهل برشا يا خويا. 10 مرات مول 11 ما راهو حاجه اللي عملتها انت راهي حاجه بديتها مش سهله. مش سهله كريم. ونعرفك شعانيت في المغرب وشعانيت في ايران وشعانيت في فرنسا وشعانيت. انا تبعت حياتك برشا وكذا يعني تسمى حكي فيها حتى برشا توا في جدد يدخلوا يا اخو كريم العبيدي ولا ملعب تونسي وكذا حاجه عاديه. راهي كريم مش حاجه عاديه، مش معناها نورمالمون انت جيت في دوله اخرى راك تكرم 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 على معناها شخصيتك عقليتك كذا. مش معناها ملحد ولا مكشوف يا اخوي حتى تعب البقره. ما انت تكرم خاطر نزلت برشا بالحق نزلت، مش كان نزلتك خاطر برشا ما يعرفوش قصتك من الاول اللي كان هاو الكتاب باش يخرج. الكتاب باش يخرج الشهر الجاي يا اخي. شكون السامة كيفاش نجم فما بي دي اف باش نخرجوا في الاول باش نخرجوا بي دي اف وباش يمشي لتونس. انا نعرف قصتك من الاول ونعرف كيفاش نسيبك ونعرف كيفاش مشيت لفرنسا ونعرف كيفاش مشيت لايران ونعرف كيفاش مشيت للمغرب وصار فيك وحتى من المخابرات المغربيه تبعت. انا نتبع فيك اكثر من المخابرات المغربيه. سيرش تبعتك بالضبط ونعرف ايش نزلت يا كريم. كريم بالحق هذه حكايتها بنحبها. انا مش نشكرك بصراحه يعطيك الصحه بالحق. مش يعطيك الصحه دون صوص مش نعرف فريمو معناها كريم. مش سيرش سهله برشا. انا توا حتى ما سمع عطيت 50% من وجهي ولا نزل حتى نحي الكاسكيت وكذا ما يقلقنيش. انا ما عملت شيء يعني ما عملت حكي فيه. قلت رايك بكل صراحه ما فما حتى. اما انت بصراحه فريمون معناها ساعات كريم فما حاجه نلوم عليك في حاجات صغار تحب حتى تو نقولهم لك. اي تفضل. نقص في الميديا ماكش معروف. لا ما يخليونيش ممنوع. لازمك تنازل كريم. نازلت انت بصراحه. فما صحفيين اخوك تعدى اخوك سامحني خويا نهضاوي. اخوك نهضاوي يا اخي العيله. انت كنت نهضاوي كريم. اي كنت نهضاوي انا ممنوع. شو المشكله معناها كي تقول لي نهضاوي ايش بيه يا اخي نهضاوي. انا مره صحفيه اتصلت بيا هو راهو حاجه بيه راهو كي ذكر اسمك ولا تذكرت وبدات فما تبربيش عليك. اي سي بيان راهو خاطر من برشا عباد يعملوا ريشيرش على الحكايه دايره. اي شيء طبيعي. انت راه وريت كنت تذكر حتى سلبيا في الاعلام. اي شيء طبيعي شيء طبيعي. خاطر فما فنانين يعملوا يحسبوا روحهم ماتوا ولا عملوا اكسيدون ولا دخلوا الحبس وما زالوا مشايروا بالعاني باش يعملوا البيز. اي انت حتى كي تعمل انت عجبتي في كلمه مره قلت انشروا لي حتى الفيديو بتاعي وسبوني. اي قلت شوف هذا ايش يحكي. انا عملتها لك راه في بالك مرتين ولا ثلاثه. قلت شوف الكافر اش يحكي ولا شوف المختل هذا يسب في الرسول بالعاني وحطيت في الفيديو فهمتني. نلقى تعرف اقل حاجه تو عندي دي فيديو انا عملهم فما فوق ال 130 فيديو 130 الف ولا نتاعي انا حبتهم لك. علاش يعطيك صحه فريمون انت ذكي برشا. قلت حطوني وسبوني مثال ما تغششش ما تغششش. انا حتى تعرف كريم انا حطيت لك دي فيديو قلت ان شاء الله كريم ما يراهمش. قلت مشيش يراهم انا وقت قبل ما تحط وقت قلت انت قلت حطوني وسبوني. قول شوف المختل ايش يحكي شوف سامحني في الكلمه الملحد ولا الكافر وربي مش يعاقبه ما يسالش. هبط دي فيديو روى صدقني فما 99% من التوانسه راهم ملحدين مش توانسه من نص النيه.
عشيم انا عندي زمية انت من تو تلبس خمار وتلبس كذا ما تسالني لا تعب في شيء على ايش تقولي فهمتني تقولي ليه وكذا وانا لبست ونحاو في بالك انا عندي برشا نحاو سوسيال كريم تيرك نظلت يعطيك الصحه تعبت برشا عبت برشا برشا عبيد ما يعرفوا ايش هذي نوصلها لبرشا عبيد خاطر يطوى سهلة دي يدخلوا يا قواي كريم العبيد يا ومثلا نعمل حوار ولا يحكي على بزيغية ولا يحكي على لاديني ولا يحكي مش سهلة يعطيك الصحة تجيت في بريود صعيبة برشا طوى سهلة طوى النجم حتى ما نمشي لحبيب برقيبة نمشي نبدأ نعايت وما يكلمني حتى واحد بدور بي حتى جيت في بريود صعيبة برشا وعائلة صعيبة برشا جيت في وقت صعيب ياسر وانت راك مشيت لاقوى دوله في العالم في الامور تاع انت حاجه بيه فيك تبعت كل شيء شيعات صنيت نهضاوي فهم برشا عباد ما يعرفوش كما راك كنت نهضاوي صحيح ولا ليه ماشي طبيعي اي برشا ما يعرفوش يقول ترش نهضاوي كنت خوانجي كنت خوانجي يعني فهمتني كنت تصلي مش تصلي يعني خوانجي يعني فهمتني برشا ما يعرفوا ايش وبرشا علاش وقت توفيت اختك حتى الله يرحمها من الله يرحمها نتاعنا نحن معك اش ترى يواسيك ولا تتواسى برشا عبيد ما يعرفوا ايش اللي انت كنت نسيب صلاح كركر حاجه كبيره مش سهله مش سهله يا كريم مش سهله انت صاحب مش صاحب بنت خالة عمة كريم كركر اسمه صلاح كركر ما تخدمش مش نسيب يا عم فهمتي فهمتش ما تنسيب صلاح معناها مراقب راك وين تمشي معناها حتى ما عملت شيء ما لا تخدم لا تاكل لا تشرب لا تعمل حتى شيء معناها حاجاتك القوية برشا مش سهلة برشا اللي توا يقول لك توا فما ياسر ما يعرفوش شكون صلاح كركر اصلا كريم انت كي تقول انا نهضاوي ما عادش تخدم لو انت وعائلتك ما عادش تخدم سامحني وقت اللي انا خلطت على البريود هذه انت كي تقول انا نعرف شكون بعثوا له ماندا 100 دينار عيله كلها تحطمت بعثي له واحد من غير ما نسموه اللي تحب حد نسميه ما يخلقنيش بعث له ماندا 100 دينار من لوكولوتير 100 دينار في الوقت هذاك عيله كامله تحطمت لا يدخل بوليس لا استاذ لا عيله رو. عكيك اخته وامه وبنت اخته وبنت خوه وولد خالته على 100 دينار بعثها له واحد معروف توا في النهضه وحكم. تعرف انت صلاح كركر كي تقول صلاح كركر انت كي تقول تسيب صلاح كركر وانت كان جيت ملحد توا الوقت هذاك تقعد تبحث انا في العمل حتى شيء 6 سنوات في عهد الزين في الاقامه الجبريه هذيك انت خاطر دخلت في النهضه ما نحكيك كما دخلتش النهضه كما دخلتش اصلا انت تسيب صلاح كركر سيبون تبداش يا حمر تبداش يا كارل ماركس فهمتي وحاجه اخرى برشا ما يعرفوش خاطر انا خلطت على النظام بن علي وكذا راهو مش اخوان جيكا هاو راهو يبحث ويعمل كل شيء حتى نحن لدينيين حتى ملحد حتى شيوعي حتى بن علي رغم نظام عامل كيف فرغ كيس مليان هو يتحكم فيه هو يغزلك يقولك انت مليان ولا فرغ ماش انت باهي سيدي ناحية الاخوان جي باهي مونونا ماما حتى فما حاجات ما يعرفوش برشا العبيد مثلا النظام بتاع انور السادات صناع الشيوعيين وصناع اللادينيين باش يضرب بهم الاخوان بن علي ضرب الناس الكل بن علي ضرب الناس الكل على بريف اللي ما نعرفوش واحد اسمه شي معناتها ملحد ولا لاديني كنا قبل سمعني حتى قبل شكون لاديني استاذ الفلسفه وباش نعرفوه استاذ ما فماش ربي قول له شي معناتها ملحد ما يمنش بربي كهو ما يعرفوش كلمه ملحد راهي كلمه كبيره ياسر ما نمنش بربي مش مسلم بعد ايه ما تمنش بربي من بعد نجم غضو تمن بربي انت ولي لي اخوانجي مش هذيك راهو فما ثقافه في الملحد راهي سهله راهي ملحد علاش قلت لك كريم يعطيك الصحه راك انت معناها سي بيان انت عندك حاجتين انت عاونتك لانك درست بيان الدين مش فراغ راك جيت معناها هاي غدا صبحت برشا تو يقوم الصباح هاي فك عليه يا محمد يا داعش
برشا توا نعرفوا بلهدين مش كيف قول لي خاطر دي عشان يضحوا في العبيد هذاك علاش وليت ملح نضحك والله نضحك نسكت نقام بعد قول عليش قول لي خاطر دي عشان تضحوا بشنو ولي مسيحي وقول ما نقوله كيف وليت ملحد قول لي بشنو ولي مسيحي هذا كله ملحد هذه كلمة ملحد أنا يهرب الإسلام ريتو مثلا كان يحب الكليب ولا يحب التراجي تراجي فهمت شنو هذا عنده هو هذا عنده فهمتك حمودة شكرا وزينك ومحليك شكرا وفريمو أنا ملاقات أخرين حتى تعالوا نعملوا مقابلة أنا غير مشغول الشهر هذا حتى لي نكمل الكتاب نتاعي خاطر يخرج أول مارس وتعالوا نحصلوا من الأولاني اي ونحكي اون برايف في البريفي شكرا حموده اختم هذا الفيديو واشكر الجميع على المتابعه ومع فيديو قادم